السلام عليكم متابعي، اليوم نشرح لكم على طريقة إنشاء حساب الآي كلاود أو الأبل آي دي أو حساب الأب ستور أو حساب الآيفون من الصفر. نجي هنا من الإعدادات، شوفنا إنه جهاز حاليا ما بيه حساب، هنا بقول لك تسجيل الدخول إلى آيفون، ندخل نختارنا هنا نختار الخيار الأسفل اللي سيدك أبل آي دي من سيده إنشاء حساب، نجلس هنا نختار إنشاء الحساب، هنا نختار أي اسم مثل نختار فد اسم مهم، إحنا إذا نجرب نكتب علي محمد، اختار تاريخ ميلاد من عندنا، خلوا تاريخكم الحقيقي مثلا. هسه هنا عندك تحب تخلي نفس ايميلك، اذا عندك يعني ايميل بالجيميل او غيره او ياهو ذاك وماله قديمات، تختار عليه التاريخ كم من امرك او تسوي حساب جديد. يعني نقول انه مثلا الشخص الذي يسوي الحساب ما عنده اي ايميل، فنختار لا يوجد لديك عنوان بريد الكتروني، اقول له شنو تحصل على عنوان بريد الكتروني جديد للاي كلود، يعني تسوي هنا حساب اي كلود قبل. يعني شوف هنا حساب اي كلود راح تسوي بالتالي لا يرتبط بجيميل ولا ايميل ثاني، فتختار هنا اي اسم علي محمد مثلا نقول 778@icloud.com تالي، اقول لك هذا راح يكون نفسه بريد الكتروني، يعني هم يكون ايميل ما تكون بريد الكتروني مثل ما تشوفون هنا. تالي نختار فد كلمة السر من يمنا، هسه هنا كملنا كلمة السر، دوس التالي. هذه كلمة السر قوية، يعني هي واحدة من ميزات حسابات ابل. يقول لك هنا تخلي لك رقم تليفون، فيقول لك راح نستخدم هذا رقم تليفونك او تخلي رقم ثاني هيك شي حتى يتأكدوا من الحساب مالتك، فتكمل انت متابعة. هنا دوس موافقة، وها هو هنا الحساب خلاص راح يفتح عندك هنا بالآي كلود. يقولك هنا راح يطلب منك رمز الدخول حتى يفتح الآيفون، هاي الشغلات الحلوة بالآيفون، يعني مال أمان كل سنة طلب منك رمز الدخول. وها هو هنا حسابنا جاهز وكامل.